مشاهدينا، بدبي معكم الفقرة الأخيرة مع المؤلف شرب الغريب، تنحكي عن كتابه كيف أدرس لأنجح. أهلا وسهلا فيك أستاذ شربي الغريب. مرسي وأهلا وسهلا فيك. اليوم حضرتك أصدرت كتاب جديد هو بعنوان كيف أدرس لأنجح. بالبداية خبرنا شوي عن هدف هذا الكتاب. طبعا اول شيء هدف الكتاب هو مساعده التلميذ الاهل والاساتذه. الكتاب بيعطيهم ميثودولوجي، طريقه عمل لكل واحد يدرس. اول شيء من ناحيه الاهل، هيدي طرق لان كل طفل في عنده عبقريه جواته. هالكتاب بيساعد انه يضوي على هالعبقريه اللي عنده اياها هالتلميذ. اول شيء من ناحيه الاهل بيساعدهم انه يعطوا طرق لابنهم، او بيعطوا طرق لهم طرق معينه لتعليم ابنهم كيف بده ينجح بالمدرسه، وكيف بده يداوم بالمثابره والشغل ليقدر يتوصل انه ينفذ نتيجه. وكمان نعرف انه في اساتذه كثير بيعلموا، مع احترامي لكل الاساتذه ولكل الاهل، بس كل شيء بدل في نقص معين. هالكتاب بيجي تيسد النقص، وهو كنيه يعني بهالكتاب مين ما يقرأ بيدلوا ليه انه في ثغرة كان عنده ما بينت. هالكتاب بيضوي على هالثغرة اللي عنده لها التلميذ ليقدر يبرع فيها. وبنعرف انه في كتير انواع ذكاء معينة. اول شيء في الذكاء اللغوي، في الذكاء الموسيقي، في الذكاء الرياضي. فهون كمان الكتاب بيضوي على عدة انواع انتليجنس يعني اللي نعم. موجودة بالعالم، منها الذكاء اللغوي. يمكن في تلميذ بيكون شاطر بالإلقاء، شاطر بدنا نحافظ عليها. في ناس شاطرة بالموسيقى، كمان هون بيضوي على الموسيقى. مثل أنا وقت كنت بالمدرسة ما حدا إجا قال لي الموسيقى هي كنية كمان عن طريقة فكر معين. في حال إذا تعلمت هالنوت فيك تخلق شيء لإلك. فكمان الموسيقى كتير مهمة بالحياة. وكمان الرسم بيضوي على عدة مجالات، منها الرسم. لا مش مواهب، طريقة للإنسان التلميذ يعرف وين بده يبرع. نعم. كل إنسان في عنده برع، يمكن هالشخص إذا ما برع. والكتاب هو الهدف منه بين عبقريته للتلميذ. نعم. كل تلميذ وكل شخص في عنده هالعبقرية. وبطلب من كل أهل ومن كل تلميذ ومن كل أستاذ يحصلوا على هالكتاب. هالكتاب موجود هلأ حاليا بمكتبة أنطوان. نعم. وموجود كمان بمكتبة فيرجن لاحقا، يعني خلال يومين ثلاثة بيكون بمكتبة فيرجن. وكمان بشوف أنه يمكن يلي ضايقني اكثر شيء واللي حسني انه اكتب هالكتاب، هو عندما شفت انه في ناس كانت زعلانه وقت طلعت الدوزيام بارتي، كانوا بالبكالوريا دوزيام بارتي، ناس كانت زعلانه وناس كانت مبسوطه. حبيت انه هالناس المبسوطه انه الواحد يفرح يبرهن. نعم. عن وهو بيعالج كل المواضيع، سواء كان بالرياضيات الماتيماتيك، كان بالليتراتور اذا واحد بده يبني ريدكسيون معين لشيء معين، ام كان بالفيزيك والشيمي وكل شيء. كل بحط طرق لإله. نعم. مسيو جورج، اليوم انت خبرتك بالتعليم هل هي ساعدتك انك تقدر تفوت على عمق التلميذ وتكتشف هالميثودولوجي اللي عم تطرحها بالكتاب تا تقدر تكتب هالكتاب؟ ايه طبعا. انا يلي اول شيء طريقه يعني دلتني علمت من كل انواع التلاميذ. واكثر شيء يلي هلا بشوفه انه في تلاميذ بعدهم اميين، يعني وصلوا. في ناس بعمرهم 16 17 سنه وصلوا لمرحله اميين وكان عندهم فوبي من الدرس. يعني وقت الواحد بتقلي له درس بصير في عنده فوبي. فهالكتاب هو لحل هالفوبي او هالعقدة الدرس من قدامه، لانه الدرس هو منه شيء بخوف، هو كنية عن شغل معين الواحد بيقوم فيه. وهالشغل مع المثابرة بصير مثل لعبة او بصير عادي روتين، وبس نتعود على هالروتين بصير حيلا بروبلم قدامنا بعدين. والمدرسة والدرس كتير مهم، ما في الواحد يتخطيها إذا واحد عنده هدف يبرع بالحياة. يعني نعم. إجباري يفوت على الدرس وإجباري يدرس كرمال إذا عنده هدف بده يطبقه يقدر يطبقه. وهالكتاب هو إذا امتلكه بيقدر يفتح له الأفق والطرقات قدامه كرمال يسيطر على حياته. اليوم ذكرت أنه ما في مهرب من المدرسة، والكتاب عم بيعطي لوجيك معينة للتلميذ تيتبعها بكل نمط حياته.
انا من جايين نفرق، بس نعرف اليوم انه في كثير تلاميذ كمان ما برعت بمدرستها بس اصبحت اشخاص بارعه بحياتها ليتر اون بالمجتمع وبحياتها المهنيه او الزوجيه. يعني يمكن فقدت العلم، ما كانت الاولى بالمدرسه بس نجحت بمحل معين بحياتها. بس هيدا شو بتعليقك على الموضوع؟ هيدي شخص بيكون مر بفتره كان ضايع، نعم. وصل لفتره وعي، هالوعى خليه يرجع يركز على هالفتره، يعني وقت وعي وهالفتره اللي كان ضايع فيها وقت وعي سكر سعوضها بهالهدف، نعم. ورجع ركز مزبوط انه ليه بدي اعمل هيك، يعني رجع هو حط برنامج قدامه درس عليه، ومين ما يدرس هلا حاليا ومين ما حط برنامج يمكن اذا ما فات على المدرسه بيقدر يقدم تروازيام بروفي ينجح، وبيقدر يقدم بيقدر ينجح. بس انا حبيت ساعده قبل ما توصل لهالمعضله اللي ما بتقدر تنحل ويتكل على نفسه ويتعب. نعم، لكن هالبرنامج اللي عم تطرحه أنت اللي هو برنامج مميز تينجح الإنسان بمدرسته ولينجحه later on بالحياة، فينا نعرف أو ناخد فكرة شو النقاط الأساسية اللي بتضمن عليه أو مضمون الكتاب؟ طبعاً هو بيتضمن، نعم. أول شيء طريقة الدرس من الأول للآخر، من وقت بده يجي الواحد يبلش يدرس، من المكان اللي بده يدرس فيه، كيف بيحافظ عليه، كيف بيزبطه ليقدر إذا بده يحفظ يقدر يحفظ بسهولة، وليقدر إذا بده يتعلم يقدر يتعلم بسهولة. يعني عم نحكي عن المكتب أو غرفة النوم. نعم، غرفة، نعم. محل ما بده غرفة النوم، المكتب، المحل ما عنده هالزاوية اللي عنده إياها بيقدر إذا قعد فيها يقدر يحط حاله، يقدر طبعا. يحفظ الكوان تبعه، يقدر يحفظ وبس يحفظ. في عنده عدة طرق يعني اللي هو لازم يعملها إذا بده إذا في عنده مثل مكيال صعب ما بيقدر يسابر عليها، بيعطيه الكتاب كيف لازم يسابر. رح أعطي إكزامبل صغير، نعم. مثل بالماتيماتيك إذا في عنده شي بروبلم ما فهمه بيقدر هالكتاب عبر هالكتاب يشوف وين ما عم يفهم، بيقدر يرجع يسأل عليه. وما بطلب من كل تلميذ ما يطلع من الصف إلا ما يسأل شو عم بصير معه، لأنه الأساس الواحد ما يكتب شغلة إلا ما يفهمها. وبطلب من كل تلميذ انه يفهم كل شيء عم بصير معه ضمن المدرسه. فهون وقت بيلاقي صعوبه بيصير يحافظ على نفسه يفهم ليه هون لقى صعوبه، بصير هو الكتاب بيساعده انه يلاقي هالحلول. ليه انا هون بيسال بيرجع بيطبق بيرجع بيحل هالمشكله اللي عنده، وهون اذا حل اول مشكله بيرجع بيشوف ثاني مشكله كمان بيحلها، وهيك مع حل المشاكل بيتعود مخه انه يحل هالمشاكل وهالصعوبات اللي عنده اياها تيتوصل اخر شيء وينجح بهالماده او هالكور اللي هو هون الكتاب. هيدا اول شيء بيساعده، والكتاب بيعطيه طريقه حفظ مابينج لتوني بوزيان، هو اللي حط المابينج لللوجيك عندنا او الاربر تبع اللوجيك، اللي بيقدر ياخذ اذا الواحد عنده صعوبه بالحفظ في طرق بيعلموا اياها الكتاب وين بده يحفظ وكيف بده يحفظ، والايديه الاساسيه تبع التاريخ يا ام الجغرافيا اللي ما عم يقدر يحفظها بيقدر يصورها، يعني بيعطي عده طرق. وهون كمان بدي اذكر انه الموسيقى لها تاثير كثير بالكتاب، هون بالكتاب، لانه الشخص بس يسمع موسيقى وفي موسيقى بتريح كثير وشغلتها تحفز الواحد ذكرها بالكتاب شو هي، نعم. وبطلب من كل واحد ياخذ الكتاب ويمتلكه تيعرف شو نوع الموسيقى يلي بتشغل له مخه اكثر، وبتقدر هالموسيقى اذا سمعها يقدر يستوعب اكثر. وبدي اعطيك هون ليه ذكرت الموسيقى، لانه هتلر بالحرب العالميه الثانيه وقتها كانوا عم بيعملوا الفابريكاسيون تبعيتهم، قال لهم بهالموتور وبهالكذا لازم يكون الهرتز تبعها 433، لانه بيشغل اكثر، شافوا انه طريقه سمع الموسيقى وبس يسمعوا هالصوت بيقدروا يعطوا اكثر بيطر اكثر وبينجوا اكثر. فهون بالكتاب ذكرت الموسيقى يلي هي قليل مش مذكوره، يعني يلي بتفتح له ذهنه كرمال يسطع اكثر. يعني بندعي كل واحد يقرا الكتاب اللي قلت اليوم موجود بمكتبة أنطوان والفيرجن. نعم. ذكرت حضرتك التلميذ، اليوم بتعرف في عنا تلميذ يمكن يكون محلق بالماتيماتيك ومنه بارع مثلا بلغه العربي او بلغه معينه، هل الكتاب بيذكر هالتفريق كيف بدنا ننمي هلا معرفة؟ هون بلبنان كل واحد بيقول لي لغه العربي ولغه
ما بدها صعبه بهون، بس الواحد يسمع انه خلص ما بده صارت صعبه بصير يفكروا انه خلص هاللغه صارت صعبه، بصير في عنده فوبيا قبل ما يفوت عليها ما يدرسها. ما في شيء انه اللغه العربيه قواعد وفيها كذا، بس الواحد يقدر يدرس هالكلمه يفهمها شو هي وشو اعرابها هينه، مش انه هو بس يسمع هالصعوبه قبل ما يوصل على بصير يبطل خلص بحط اكس على اللغه. بالعكس اللغه العربيه كثير مفهومه وكثير حلوه ومهم الواحد يحفظها، يعني ياخذ معه ويعطي، مش خلص يحط قدامه هل انه صعبه وخلص يحط على اي اكس وما يقدر يتعلم، بس يصير يفهم ويقدر يقرا كم جمله صعبه ويقدر يشاور ويسال بيقدر يتوصل انه يعرف. بس اكثر شيء حطت انه مين ما شفت بيقولوا اللغه العربيه. بس مثل ما قلنا انه مش هون الفكره، الفكره انه انت عندك موهبه مثلا بالرسم مش بالموسيقى، وكذلك بالماتيرات اللي بتنعطى بالمدرسه، يعني يمكن يكون موهوب باللغه العربيه ومش بالماتيماتيك مثلا. نعم هون لك هلا اذا هو شخص موهوب بهاي نحن طبعا بدنا نساعد انه وين في عنده المشكله، بالعكس الموهوب في عنده افونتاج عن غيره انه يتقدم بشيء لغير. يعني اذا كان واحد موهوب حسابي بالماتيماتيك اجباري الموهوب بالماتيماتيك يكون موهوب بكل شيء لانه راسه بيكون بيفهم وبيقدر يختبر كل شيء. بس الشخص يلي ما عنده شغله بالماتيماتيك يمكن اكثريه الاشخاص في عندهم اوبستاكل بالمات كل مره يحاولوا يفهموا، يعني اذا قالوا له سمع الاستاذ عم بيقول له هيدي التيوري يفهم شو هي التيوري. يعني رح اعطيك اكزامبل، اذا قال لهم دو دروات بارالل واذا دو سيكونس كي سو كوب سي دو دروات بارالل سون بروبورسيونيل، بيفكر بده يفكر شو هي البروبورسيوناليتي، يعني يفهم اول شيء. في ايام الواحد بالمدرسه ما بيفهم الفرنسي مزبوط مثل البروبورسيوناليتي ما بيفهمها، بده يسال يقول له استاذ شو معنات البروبورسيوناليتي، يعني الماتيماتيك هي اذا واحد فهم المعنى هون بحاله انه يحل المشكله تبعيته. يعني الكتاب بيقول له للتلميذ وين مشكلتك، هل مشكلتك بالفهم؟ هيدا بدي افهمه. نعم يعني هل هل مشكلتك بالمشكله تبعيتك انت وين هون، اذا اراد تلميذ إذا أروا الأهل إذا أروا الأساتذة بدهم يقدروا يتفاعلوا أكثر مع التلميذ. يعني هلا أنا ما بقبل على حالي بهالعصر الإنترنت شوف أستاذ عم بيعلم من دون ما يفهم التلميذ مزبوط شو عم بيصير، وإذا ما فهم بيقدر يروح على اليوتيوب يفهم شو عم بيصير، بيقدر يشوف باليوتيوب فعلا. شو هي المشكلة. يعني هون المشكلة إذا عنده إياها بالماتيماتيك وين مشكلته، هو التلميذ بده يحس وين مشكلته. في أيام التلميذ ما بيقدر يعبر عن مشكله بده مين يساعده، هون دور الأهل أو الأستاذ، دور الأهل والأستاذ هون بيعالج مشكلة بصير يقلك الإتابات تبعولة وين المشكلة وكيف بدنا نساعده لهالتلميذ تيحل البروبلم تبعيته. سوا ديزان اول شيء بالفرنسي اللي ايام الماتيماتيك بيكون بالفرنسي بيكون صعيب، وايام هو التلميذ بده يفكر انه هيدي يعني شوف الاشياء، اذا قالوا له دو سيكونت يفكر ايام هو رايح على الطريق يشوف دو سيكونت شوف كيف يعني يرسموها قدامه، يعني يقيس الاشياء ويفرجيها. يعني بدي اعطيك مثل كمان بالشيمي، في ايام باشياء بالشيمي بيقولوا لنا اياها، اذا باللابوراتوار بس الواحد يشوف الاشياء بصير يفهمها اون فوا بور توت، ليه مهم اللابوراتوار؟ في ايام بيقولوا لك الاشياء ما بيروحوا على اللابوراتوار، يعني يمكن بتكون عند التلميذ حاسه النظر هي بيمتص منها 100% 100%. مثل ما عم بقول لك قبل في صوره، في ناس في عندك الموسيقى في ناس بس يشوفوا بيقدروا يلقطوا اكثر من غيرهم بصيروا ابرع منهم، في ناس بس يسمعوا بصيروا. هيدا اللي كنت اول شيء عم بقول لك عده الذكاء يلي معينه، في ناس بالرسم في ناس باللغه ناس بالهون بالكتاب بيساعد الشخص. ما بريد حدا بقى يوصل على المدرسه ويتركها، هيدا الكتاب لازم ياخذوه، رح فرجيهم عليه على هذا الكتاب لازم يمتلكه كل شخص. كيف أدرس لأنجح ما بريد بقى حدا يفوت على المدرسه ويترك المدرسه من اذا في عنده اي خوف، وما بريد حدا انا بهالقرن ال21 نشوف حدا بقى بلا علم، ما بريد. وكلنا لازم نشارك بعضنا سواء كان هلا يلي عم يسمعني يقول له لاهله ويقول لمين ما كان. طيب دور الاهل للاولاد الصغار انه يقروا لهم الكتاب ويرشدون، ودور يعني ابتداء من اي عمر ممكن التلميذ يقرا هذا الكتاب؟ الاهل ممكن بس يصير في عندهم اولاد يقروا هالكتاب تيساعدوا اولادهم كيف بدهم ايه. والتلاميذ والتلاميذ طبعا بالتروازيام وما فوق بيقدروا انه بالتروازيام وما فوق كثير مهمه انه هو يتكل على نفسه التلميذ ويقرا، وكل ما يقرا يعني اذا صار بالترمينال بيرجع بيقرا هيدا الكتاب بيخلي معه كل سنه، يعني هون بالدرس بعدين بس يبلش بالشغل بصير يحط شغله قدامه او بالجامعه، اذا واحد بالجامعه بيقدر يشوف البروبلم تبعيته. وال يعني الكتاب بيخلي كل الانتوراج تبعي
يحضرك تتدرسي، يعني تيصير هاللعبه اتس ا جيم اتس ا جيم، يعني انت الواحد عم يعمل جيم معين، لان مع الروتين اذا واحد هلا يمكن انت بالشغله معينه يمكن اول شيء مع الروتين بتصير اتس ا جيم، بتصير ماشي، بصير الواحد بده يفكر لشيء اعلى. فهون الكتاب بيساعده انه يهين له كل هالمنظومة الدرس اللي عنده إياها. يعني بالوقت القصير اللي باقي معنا رح كنا ذكرنا بلشنا نطرح، كنت عم تقلنا مهمة التلميذ يجي ويقعد بمكان منيح. نعم. رح نعدد شوي الأفكار الموجودة بالكتاب. نعم يلا رح نعدد بالأفكار. نعم. الموجودة بالكتاب. نعم. شروط المكان من حيث اللي بده يدرس فيه، قم بإيجاد مكان لحفظ ليحفظ درسه، خليه المكان مريح، احتفظ بكل شيء حد إيديك إذا بدك شيء دغري تاخده، فحص الإضاءة إذا ما كانت، وين ما تتجنب أساسي. الحفظ، تتجنب الحفظ بمكان هي بتشردك عن الحفظ، مثل المطبخ طبعاً، يمكن أكل. إذا الأكل شوي، في ناس يمكن بيحبوا إنه عم بياكلوا يحفظ وما بيأثر، بس إنه تجنب المكان اللي أنت بتلهيك، يعني اللي بتسيطر لك على وعده وقعده، وشغل عقلك، دايماً حضر عقلك إنه تحفظ وتحضر حالك للحفظ. والحفظ هو شيء سهل. دائما هون بدي اذكر انه كل مره الواحد وقت بده يحفظ، اذا واحد صعب يحفظ يقراهم كلمتين يرجع يتذكرهم هو ماشي على الطريق، هو عم يعمل سبور يرجع يتذكر اللي عم بيقراه. وهون كمان الكتاب بيحضر انه الواحد يعمل الفحص، يعني في عندنا كثير اشياء بالكتاب كيف الواحد بده يحضر. نعم. للفحص، كيف لازم يحضر حاله قبل الفحص، شو لازم يعمل، حتى بالاكل شو لازم ياكل، شو الاشياء اللي بتقوي الذاكره، شو الاشياء اهميه التغذيه. نعم. شو الاشياء اللي بتعطي نشاط للعقل، شو الاشياء اللي بتعطي نشاط للفكر ليقدر يجهد اكثر وللذاكره، كيف الواحد بده يدرس. طبعا الكتاب بيساعده ليحط تسلسل عملي لازم يتبعه لاعداد الشخص للدرس، في امثله عمليه بعطيها بالكتاب، في عده تمارين كمان بعطيها، وبعدين تحسين الذاكره كيف الواحد بده يحسن ذاكرته للشغل، كيف لازم يسترخي، كيف لازم ينشط ذاكرته، كيف لازم ينشط عيونه. نقطه كثير مهمه شابيتر مهمه كثير. نعم. وكيف بده يستعدد يستعمل عده الذكاء، يعني بده يستعمل مثل كيف واحد رايح بده يستعمل عده ليعمل سلاحه، هون كمان بيستعمل العده تبعيته تيحضر حاله كيف بده يدرس. في عده انواع ذكاء، وبده يستخدم كمان اذا واحد ايام بيسترخي بس وقتها بيسترخي بيكون واحد عم بيشغل راسه. في مره اينشتاين رحنا عند واحد كمان هون بدي دلنا رحنا عند واحد عم بيساله، قال له يا اخي بتضلك انت بهاللابوراتوار تبعك ما بترتاح؟ قال له انا بضلني 24 طب قال له طيب اي متى بتفكر؟ دائما الانسان بده يرتاح شوي تيفكر. في كمان ديفانشي وقتها كان عم بيرسم، الانسان دائما بده يرتاح تيشغل راسه تيحضر حاله شو بده يعمل بهالوقت اللي بيكون في عنده صعوبه بالحفظ، لازم بالرياحه تبعيته يذكر يرجع يتذكر كرمال ما ينسى الاشياء اللي عم يعملها. كمان كيف الواحد لازم يتدرب ليدرس، دائما لازم قبل ما يعمل شغله يراجع فكرته، يراجعها براسه، ينزلها على الورق، يشوف وين لازم يخطط. نعم. مزبوط، يعني التخطيط كثير مهم كمان بالدرس، يعني مثل التخطيط ما كان حدا يقول لي الاورجانيزاسيون بالفرنسي. نعم. انا حبيت حط بالعربي مشان يروح لكل العالم. نعم. بعرف انه في كثير اجانب هون ما بيعرفوا فرنسي كثير وكذا، كرمال كل الدول العربيه. فكر بالامر قبل النوم. وفي اشياء ادوات معينه للحفظ، من الكلمه اذا واحد في عنده كلمه بحبها في ركب عليها عده جمل كرمال يحفظها، في صوره واللون اذا واحد بحب الصوره وهو شاطر باللون في هو عم يحفظ يركب كمان عده جمل، او يستعمل فوسفوريك مثلا، وفي كثير اشياء، يعني هو عم بجرب انه هالاشياء اللي قدامه يحل كرمال يحل فيزيوالمون. حتى بالوتر اذا واحد بيحب الموسيقى في يحط كلام على الموسيقى، اذا عنده شيء مثل شابيتر جغرافيا يسمع غنيه بتذكره بالشابيتر وبتذكره بالاشياء والمواضيع يلي. وبعدين في الدرس بشكل افضل، كيف لازم ندرس بشكل افضل، تحسين القدره على التركيز، الواحد لازم يتخلص من هدر الوقت كيف ما كان، كل واحد بده يعمل وقته، يحدد مزبوط شو بده يعمل كرمال يساعده، يحدد طبعا من الوقت وقت تبعه، اذا واحد عنده درس يمضي وقت بس يحدد كمان من اللعب شو بده يعمل اولوياته. نعم.
الواحد لازم يهتم كمان بنفسه، مش انه دائما الدرس، لازم يهتم بنفسه كامل الاهتمام بالنفس والرياضة ويشوف العالم ويشوف الرياضه والاكتيفيتي، هي بتساعده انه ينشط فكره اكثر. ولازم يحط قدامه دائما ليست وعنده تيبل ليعرف شو بده يعمل. دائما بالدرس لازم يحط جدول ليست ليعرف جدول ليست ام اقرب ليعرف شو بده يعمل كل دقيقه وتيعرف شو بده يدرس. وبده يستعمل اذا واحد بحس بضغط معين قدام الدرس بده يستعمل مثل بوكلت صغير يشوف وين الضغط وكيف بده يعالجه. نعم. يعني بس قدام الستريس حسبه، في ناس بيكون عندهم خوف من الامتحان، في هالضغط في يكتبوا على ورقه صغيره يشوف كيف لازم يعالجه، عدد الاشياء اللي بتصير يعني اللي بحس فيها مثل فوبي يشوف وين هي ويكتب حتى كيف لازم يعالجها، يسال الاشخاص، يسال اللي حده تلميذ، يعني اذا في مثل بسيكولوج عنده بالمدرسه يسالها شو هالمشكله هيدي. نعم. كيف لازم يعني استاذ شربي الغريب نصايح عديده عم نعطيها للمشاهدين، نحن رح ندعي كل مشاهد يكمل النصايح ويقرا الكتاب كيف ادرس لانجح. نعم. وانا نعم. كمان في عندي على الفيسبوك شرب الجورج الغريب، كل واحد بحب بده يعطيني بده حي الله نصيحه انا حاضر، وهو الكتاب رح ينزل كمان ببيج على باسم كيف ادرس لانجح، بحط الواحد شو فيي ساعد وشو فيي اعطي كرمال حيالله شخص بحاجه انا حاضر. كمان بيقدروا على الفيسبوك يتواصلوا معي، كمان في عندي على اليوتيوب عندي عده كمان شرب الجورج الغريب، بس يعملوا سيرش على الفيسبوك وبنعمل يكون نحن لينك مع كل شخص بده يتقدم وبده يتطور، وانا حاضر لكل. يعني بنتشكر حضورك وهيدي نعمه انك كتبت هالكتاب وعم بتجرب قد ما فيك تساعد كل تلميذ تما ما يبقى حدا من دون علم، وتا كل واحد عنده موهبه وطاقه يقدر يعرف كيف يظهرها وكيف يوصل بمدرسته وبحياته بالمجتمع. وانا كمان هون بحب اختم اخر شيء بكلمه صغيره، انه كمان تلي لوميير وبالمشرق يمكن المدرسة نور الشرق كمان هي مدرسة صغيرة خلال 40 تلميذ، بس نور الشرق هي مدرسة كبيرة عم بتضوي بالعلم وبالفكر لعالم أكثر سواء بلبنان وبرات لبنان، وكل من هالنور يوصل نور هالشرق يوصل، وبنعرف انه النور دائما بيطلع من الشرق، وكل من النور ونور النور كل ما يطلع ويضوي بشيل هالظلام يلي بهل بالقلب ويلي بالفكر وبيمحي هالافكار السوداء يلي نحن لازم نلغيها، وان شاء الله من هلا ل 100 سنه يكون التغيت كل شيء اسود. يعني بنتشكرك وميرسي على الكلام الحلو. مرسي. مشاهدينا بنوصل على ختام حلقتنا، على امل تكونوا حبيتوا فقراتنا، ملتقانا الاسبوع القادم من الله راد، الى اللقاء.